أخبار اليوم. بدرية راجعين تخف في مدرسة السادات، لجنة 65-27 نجلتي عشان في حب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يخليك. شكرا. يا رب يا ربنا معاك، ويا رب يحميك ويبعد عنك الشر، يا رب يخليك. ما اقدرش اقول كده، وربنا معاك. نزلت ليه يا حاجة؟ طيب عشان بلدي. عشان مصر، ما احنا عايشين فيها. ولولا والبني ادمين الاثنين اللي بيقولوا العسكر، عسكر ده هم اللي حامينا. ده انا بمشي دلوقتي على حسهم. يا رب يخليهم، يا رب يحميهم ويحمي كل ولادنا. مش قادر اقول كلمه وحشه عشان خاطر ده دول ولادنا واخواتنا وجيراننا وحبايبنا ونور عينينا، زي ما قال الرئيس، نور عينينا والله. ربنا يحميهم ويخليهم. يا رب يحميك يا ابني ويخليك، يا رب يحميك ويخليك.